نبأ سار لمستفيدي حساب المواطن. بياناتك في أمان. حصل برنامج حساب المواطن على شهادة الأيزو 2013 على 27001 أي أو لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من قبل حلول الإدارة الخطية الماء والمعتمدة من خدمات الاعتماد الدولي أي ويعتبر هذا الاعتماد معيار معترف به دوليا يضمن تلبية احتياجات المستفيدين من خلال نظام فعال لإدارة وحماية المعلومات الخاصة بهم من خلال ضمان جودة التعامل مع البيانات. وقال مدير عام البرنامج وليد الأسمري إن منح البرنامج هذه الشهادة تقديرا لدوره في الحفاظ على خصوصية بيانات المستفيدين ومنع الوصول لها للأشخاص الغير مصرح لهم عن طريق منح الصلاحيات للموظفين بشكل مقنن وخاضع للسياسات الدولية، إلى جانب إتاحة الوصول للبيانات بالشكل الآمن عند خدمة المستفيدين مما ينعكس على ثقتهم. كما تأتي هذه الشهادة تأكيدا لموائمة السياسات والإجراءات التشغيلية بما يتناسب مع اشتراطات الأمن السيبراني للمعلومات وإدارة وتقليل المخاطر. وأكد أن البرنامج يتبع منهجية أسهمت في التأهل لهذا الاعتماد من خلال تحليل الثغرات وإدارة مخاطر الوصول إلى المعلومات، إلى جانب إنشاء السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة نظام أمن المعلومات وضمان تطبيق سياسات وإجراءات نظام إدارة أمن المعلومات والتوعية المستمرة بالسياسات وكذلك التدقيق المستمر. وأشار إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمرارا للنجاحات المتتالية بحصول البرنامج على عدة جوائز وشهادات عالمية، منها بطولة مسار الحكومة الإلكترونية في مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات أي لعام 2021 ميلادية، وشهادة الجودة أي أو 9001 في أنظمة إدارة الجودة، وجائزتي مركز الاتصال العالمي عام 2018 ميلادية، بالإضافة إلى جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية لعام 2019 ميلادية.